أهلا بكم متابعينا قناة صلاح الدين الفضائية والمبادرة الخاصة التي قام بها فريق الضلوعية التطوعي بجمع شباب من أبناء العراق تحت شعار خيمة وطن. ابقوا معنا. يلا ولا سيد، يلا شباب شباب مشهور من البصرة إلى الموصل وديالة وكل مناطق العراق. هذه المجموعة الخيرة اليوم فعلا نتشرف بهذه الوجوه بأن تأتي إلى هذه المدينة، المدينة التي كانت صخرة ضد داعش وطائفية. من هذه المدينة وبفضل دماء الشهداء والأبطال من أبناء العشائر، بأن العراق لا يمكن أن يتجزأ ولا يمكن أن يكون إلا يد واحدة. نعم، في هذه المدينة اختلطت دماء أبناء الجنوب وأبناء الشمال ومن كل الطوائف. هذه المدينة كانت تحتضن، طبعاً إحنا بعيدين عن لغة الطائفية، فهذه المدينة أعطت رسالة للسياسيين بأن العراق لا يمكن أن يتجزأ. هذه المدينة أعطت أكثر من 1000 جريح وأكثر من 160 شهيد، تحاصرت أكثر من 4 أشهر بدون دعم حكومي، فقط بصمود أبنائها من أبناء القوات الأمنية من أبناء القضاء وكذلك من عشائرها. هذه المدينة أعطت رسالة للعالم وليس للعراقيين بأن الضلوعية تبقى في مقدمة الركب، تبقى في مقدمة الركب في توحيد الصفوف، في لم هذه الوجوه الخيرة اليوم. يعني شعور غريب، شعور خليط بالفخر والاعتزاز، كان يكون أبناء الجنوب هم من يعدوا وجبة الطعام ويتسابقون ابن السماوة وابن البصرة وابن القادسية وابن الناصرية، عذرا لمن لم أذكرهم. هذه الضلوعية كانت ولا زالت وستبقى عصية على الإرهاب وعصية على أفكار السياسيين في تقسيمها. والسلام عليكم ورحمة الله. الضلوعية طبعا كانت لحد عام 1960 منطقة تابعة لناحية بلد، حينما كانت ناحية بلد تابعة لقضاء سامراء، بعدها تم رفع المستوى الإداري لناحية بلد إلى قضاء والضلوعية إلى ناحية. متطوع من محافظة المثنى قضاء رميثب جمعية أحباب الله الخيرية، طالب ماجستير تاريخ قديم مدرس تاريخ. علي طلب من قضاء الشرقاط. أحب أرحب بإخواننا من محافظاتنا العراقية الأصيلة جميعا، من البصرة مرورا ببغداد والناصرية وليس انتهاء بالموصل. شرفتمونا وحياكم الله أجمعين.
أنا علي موسى، واليوم اكتسبت صفة جديدة أنه أنا من معازيب الضيوف الكرام. أهلا وسهلا بكم في خيمة وطن، وأهلا وسهلا بكم على أرض الضلوعية التي بنيت عليها سواتر الدفاع، واليوم تبنى بها سواتر المحبة والتواصل بين العراقيين. فمرحبا بكم جميعا، وحياكم الله، مكانكم في القلب. حياكم الله من أرض الضلوعية، بارك الله بالمعازيب. الله حيهم، الله حيهم، ألف هلا ألف هلا، الله حيهم، الله حيهم. الله حيهم، الله حيهم، الله حيهم، ألف هلا. قال الضلوعية من زينب المثنى، حضور أهالي المثنى، عرفنا عن نفسك وحضورك اليوم بين أهلك في الضلوعية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا علاء الشيخ، رئيس جمعية أحباب الله الخيرية في رميثة، هي المثنى. حقيقة اليوم شفنا شيء جميل في هذا التجمع الجميل، تجمع خيمة وطن. شفنا ضلوعية وشفنا كرم أهل الضلوعية، نتمنى منهم إن شاء الله، وأنا دعيتهم أنه يزورونا في محافظة المثنى مدينة الكرم، وإن شاء الله يا ربي نشوف هذا التلاحم الجميل اللي جاي يشوفه هنا، يشوفه بكل مكان بالعراق. حقيقة اليوم خيمة وطن جمعت عدة محافظات، شوفنا كل احنا نعمل سوا ونشتغل سوا، وهذا الشيء يعني قله ما يحدث. نريد نبين انه هذه الخيمه تمثل معدن العراق، معدن العراق الاصيل. نسال من الله انه يديم هذا اللمه ويديم هاي الجمعه، وان شاء الله يا ربي يبعد كل شر عن العراق والعراقيين. حياكم الله وشرفتونا بالضلوعيه، استقبلت الضلوعيه هالوجوه الخيره من ابناء محافظه المثنى وابناء الرماثة. انا جدا ممنون لقناه صلاح الدين اولا وحضرتك، وممنون للدعوه اللي جتنا هنا، وحقيقه ما كنا يعني مرحبين بالدعوه، لكن من اجينا هنا قررنا انه دائما نجي لهنا. ان شاء الله الزياره القادمه يكون العدد اكثر اعتقد. احنا بالنسبه ان هالزياره اجينا تقريبا من 8، ان شاء الله بالجايه راح نجي جمعيه كلها ان شاء الله اكثر من 30 شخص. وايضا احنا ان شاء الله شرفونا 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 بكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ممنون. بما انه انطلقت من الضلوعيه، نتمنى انه سنويا تكون في احدى محافظات العراق، ونتمنى ان نستقبلكم ان شاء الله المره الجايه في نينوى مدينه الموصل. طبعا احنا ما راح نقدر نحكي بالبدايه الا تجون تشوفون بعيونكم، وان شاء الله نحاول نكون منافسين للضلوعيه باستقبالكم، ولو ما شاء الله يعني ما نقدر نوفي ابد. اخوكم حارث المولى، رئيس منظمه الحضاره والسلام للتنميه من محافظه نينوى. انا بندر العقيدي من مدينه الموصل، من دواعي الفخر والسرور ان نكون اليوم حاضر بيناتكم بهاي الجمعه الحلوه. كل مدن صلاح الدين قريبة على قلوبنا، لكن سبحان الله الضلوعية لها خصوصية. هاي الخصوصية زرعت في نفوسنا شبابها اللي حاضرين منذ مقارعة الإرهاب وإلى اليوم، هم يقارعون الفقر ويقارعون الجهل، وحاضرين في كل المحافل ونشوفهم في كل مدن العراق. الشيء الحلو فيهم أنه موجودين في كل المحافل، يعني مو فقط أثروا في داخل مدينتهم أو محافظتهم، بل انتقلت أنشطتهم إلى جميع المحافظات جميع المدن. فهذه إشادة بسيطة بالجهد اللي يقومون به الشباب. نشكرهم مرة ثانية، نشكر سيد حمد ونشكر فريق الضلوعية التطوعي وسيد القائم مقام وكل الحاضرين الشباب اللي يحرصون أن نكون موجودين بيناتهم، ويحرصون أنه نلتم هاي اللمة الحلوة بيناتكم على قولتنا بالموصل. نشكركم مرة ثانية، وإن شاء الله نخشعكم بالموصل مرة الجاية. شكرا جزيلا. I'm
مثل ما تفضل استاذي الشيخ علاء تحدث بكل الكلام اللي كان داخل، فاتمنى انه تزورون قضاء رميثة محافظة المثنى. وشكري لسيد حمد وفريق الضلوعية، اخوكم سعد السامرائي مدير منظمة بنات للتنمية. حميد محمد داود السميدعي شيخ عشيرة السميدع في الضلوعية، نرحب بكم جميعا ونتمنى أن تدوم هذه اللقاءات بيننا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، نقول لكم حياكم الله ضيوف أعزاء، ومن أهلكم على أهلكم، وإن شاء الله هذا اللقاء إن شاء الله يتكرر، ولنا الشرف أنه خدمناكم في منطقتنا هي منطقة الضلوعية، ونشكر القائمين على هذا الاجتماع وهذا الكرم وهذا الضيافة. نور شلوب العبيدي من شيوخ شباب الضلوعية، وشكرا. معكم الأستاذ عبد مطلق محمد مدير قسم تربية الضلوعية، أهلا وسهلا بهذا الجمع المبارك في هذا اليوم المبارك في هذه المدينة الطيبة التي احتضنت جميع الأطياف العراقيين. أعقب على كلام أخي وزميلي في السلاح الأستاذ حمزة قائم مقام الضلوعية، عندما بدأت عصابات داعش باحتلال الموصل ثم صلاح الدين حتى وصلت إلى الضلوعية، كان لي الشرف مع أخواني الأستاذ حمزة والأستاذ محمد والإعلام الأستاذ جاسم والأستاذ شعلان والأخوة الآخرين بأن نكون من الذي بعدد أصابع اليد الذين قررنا الانتفاضة على الدواعش، فكانت تلك الليلة عرس لكل العراقيين. كانت الضلوعية القلعة الحصينة التي تدحرجت على أسوارها جماجم الغزاة. عذرا الأستاذ علي كان مواكب أيضا معنا من اليوم الأول. كانت أيام عصيبة، ولكننا قررنا منذ اليوم الأول أن نكون أما مع الشهداء وأما مع المقاتلين الذين يدافعون عن أرض العراق. حدث ما حدث، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى وعزيمة الرجال. طبعا بالمناسبة الأخ حمد الصميدعي هو خالي، خوال أبوي الصميدعي، أعتز بهذا النسب الكريم. شكرا جزيلا للجميع وبارك الله بكم، ونورت ضلوعية نقدر نقول. تحبون الله ولا تقولون، صبقوا معنا دخيل الله ولا تقولون، سعاد وما ماتت عيني دلال، سعاد وما ماتت عيني دلال، أنا على بول القطار، أنا على بول القطار، لابو حركاته عيني دلال، لابو حركاته عيني دلال، أشعمل أخذ محبوب القلب، أخذ محبوب القلب، خلاني بحصراته عيني دلال، خلاني بحصراته عيني دلال، الله وشوله بصدق لي وانا مات العدو وصغت الوانا، فغشنا للضلوعية وهالهالنا لا، فغشنا للعراق وهالهالنا لو، فغشنا لبغداد وهالهالنا لا، فغشنا لل موصل وهالهال نالا، بخشيش من سيد حمد كن جانا، الله وشوف بصدر ليوانا مات العدو وصفغت الوانا.
العراقي يجتمع تحت خيمة وطن فوق الخيمة. تمام. ما هي مشاعركم وأنتم تحت هذه الخيمة؟ والله مشاعرنا جميلة وحلوة، والضلوعية هي أصلا حلوة بأهلها وناسها، واليوم زادت حلا بضيوفها اللي جو من المحافظات العراقية نورونا وأجواء جميلة، والله الفرحة ما تسعنا إحنا يعني من نشوف المحافظات العراقية كلها مجتمعة تحت خيمة واحدة، شعور يعني كلش حلو. والعراق إحنا نقول عليه صار خيمة مصغرة بوجود ما شاء الله الشباب والبنات. هل ستكرر مثل هذا البرامج؟ إن شاء الله والله نتمنى. طبعا اللي صارت مثل هي من مثل هذا برنامج بالرميثة، مو خيمة بس هم دعوا هم المحافظات العراقية كلها راحت وصارت هي شفاء عالية وهم كان كلش حلو. كنتم مشاركين؟ اي كنا مشاركين وحضرنا هناك. اي دعوتكم لبقية المحافظات لاستقبال احنا ندعو لبقية المحافظات لاستقبال ناس، اول شيء التعارف، ناس تتعرف على ناس، نشطاء مجتمع مدني، طبعا دكاترة قانونيين، يزيد التعارف ويزيد صلة التواصل بين الاصحاب. وعليكم السلام، أنا مياسة من فريق الضلوعية التطوعي. والله الصراحة كلش تجمع كان كلش حلو، من جميع المحافظات تشرفنا بوجودهم ولما كلش حلوة على الرأس. شو وقت ما يحضرنا مشاركة أيضا هاي أول خيمة لي يعني، يعني كمشاركة بس استضافينا من رب الناصرية وقلنا يعني إن شاء الله بالقادم. أنا شيماء العزامي من محافظة الأنبار، جاتنا دعوة من السيد حمد من فريق الضلوعية التطوعي لحضور خيمة وطن. في هذه الخيمة وجدنا وطن كامل من شباب ومن كل نعم من كل المحافظات. كانت هناك فقرات جميلة، كان ترحيب جدا رائع. أكيد هذا التعارف يعني يخلق تماسك مجتمعي بين المحافظات. اليوم ماكو فرق بين أنه ابن الجنوب من ابن الشمال من ابن الغربية، اليوم كليتنا احنا وطن واحد وعائلة واحدة وحتى تجمعنا سفرة واحدة. فريق الضلوعية التطوعي أقام خيمة وطن في الضلوعية، واليوم شاهدنا صور متميزة من شباب العراق، فصف لنا مشاعرك وما شاهدته بهذا التجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اليوم احنا كشباب صلاح الدين سعداء جدا باستقبالنا لمجموعة من الناشطين والفاعلين من مختلف محافظات العراق. اليوم شرفنا بمحافظة صلاح الدين وبالتحديد مدينة الضلوعية، مدينة الصمود، شرفنا شباب
من محافظة من البصرة للموصل من كل المحافظات العراقية بمختلف الفئات ومختلف الطوائف. هاي الخيمة خيمة وطن وصلت رسالة حقيقية إلى وطن مسقر في الضلوعية. بعيد عن السياسيين والسياسة. بعيد كل البعد عن السياسيين، بعيد عن السياسة. الخيمة الجميل بالخيمة أنه هي ما مدعومة من أي جهة سياسية، هي تطوعية قام بها فريق الضلوعية التطوعي ومجموعة من الخيرين من أهالي الضلوعية. سعداء جدا اليوم تواجدنا بين أهلنا وناسنا بمدينة الضلوعية، وما شاهدناه من شباب المحافظات ارتياح واسع. الحقيقة انصدموا بما شافوه من كرم وأهل صلاح الدين وأهل الضلوعية خاصة. إضافة إلى ذلك وصلنا رسالة السلام والأمان لكل محافظات العراق بهاي الخيمة. هاي الخيمة بحد ذاتها هي رسالة السلام وأمان لكل محافظات العراق عن محافظة صلاح الدين وعن قضاء الضلوعية بالتحديد. بارك الله فيك. جاسم المقدمي، ناشط مدني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم العراق مجتمع فضل وعية، إيجاز عن هذا الموضوع. نعم. حياك الله أستاذ جاسم، وحيا الله قناة صلاح الدين الفضائية ومشاهديها في محافظة صلاح الدين والعراق أجمع. نرحب بكم اليوم في خيمة وطن ليجتمع بها ضيوف الوطن في براري الضلوعية، في برية الضلوعية. اليوم ضيوفنا من البصرة ومن الموصل ومن الأنبار ومن الكوت ومن الناصرية ومن كل المحافظات العراقية، من مختلف القوميات، من مختلف الطوائف، من مختلف الأشكال والألوان. اليوم حضروا إلى برية الضلوعية، إلى مدينة الضلوعية ليجتمعوا في هذه الخيمة، خيمة وطن. هنا ستقام بعد قليل إن شاء الله فعاليات تراثية تخص أهالي المدينة. اليوم يعني هاي اللمة هي لتقارب وجهات النظر، وكذلك للتآلف واللحمة، يعني هذه اللحمة نجسدها واقعا وليس كلاما في مدينة الضلوعية. انتقاء اسم خيمة وطن، يعني ما هو الإيحاء لهذا الموضوع وهذه التسمية؟ خيمة وطن هي الخيمة الجامعة للعراقيين أجمع، ولأن يجتمعون بها كل العراقيين من مختلف المحافظات العراقية فارتئينا أن نسميها خيمة وطن. طبعا هذا موسمها الثالث مثل ما تشوف. الموسم الأول كانت عام 2020، ثم جاءت كورونا فتأجلت. عام 2023 عملناها، واليوم سنة 2024 تقام خيمة وطن الموسم الثالث في برية الضلوعية. اقترن اسم الفرقة التطوعية مع النزوح وعمليات إغاثة النازحين والعوائل المشردة وكثير من الأمور اللي كانت في مرحلة معينة نشطت في فترة ولا زالت أعتقد موجودة. يعني هل لا زال عطاءكم متميز في هذا المجال، مستمرين بالعطاء أم توقف لفترة معينة وفترة يعني النزوح؟ الحمد لله احنا نشاطاتنا في أيام الطوارئ كانت يعني كبيرة جدا مع أهلنا الذين نزحوا من ديارهم. بعد استقرار المدن وعودة النازحين أيضا ارتأينا أن تكون نشاطاتنا لدعم الاستقرار مثل تأهيل المنازل وتأثيث المنازل وغيرها ودعم المشاريع الصغيرة. كذلك ارتأينا أن نقيم هاي الفعاليات المجتمعية والمبادرات المجتمعية اللي تنمي من المجتمع روح الحاضر بالماضي. الغاية والهدف من ذلك؟ الغاية والهدف أنه الضلوعية تعرف ولادة بالمبادرات، والضلوعية هي في مركب في مقدمة الركب دائما. فإحنا كشباب الضلوعية نحب تكون الضلوعية دائما في مقدمة الركب، في مقدمة الركب أيام مقارعة داعش، ومقدمة الركب في العمل المجتمعي، مقدمة الركب في السياسة، في كل المجالات الضلوعية هي في مقدمة الركب. فإحنا كشباب يعني لما نقول إحنا نحب هاي الأرض، أرض الضلوعية نحبها، ويعني إيش قد نتكلم عنها إحنا نخشى أن نكون غير بارين بهذه الأرض. إن شاء الله بارين، وإحنا مستمرين بهذه الجولة والتغطية الخاصة والكاملة لحملة وخيمة الضلوعية وفريق الضلوعية وخيمة وطن. الله يحفظك. نعم، بارك الله فيك. شكرا. صوت شلي لي عاد دهر لحن برمس ويدي بجه بدلوحن ابن ضلوعي الخاطر ولحن ابن بغداد الخاطر ولحن ابن الجنوب بالخاطر ولحن يغزى للبرج قاع الدرج ومعمر يغزى للبرج قاع الدرج ومعمر ولد يلا
اليوم العراق يجتمع في أضلوعية تحت شعار خيمة وطن بدعم وحضور من قبل الفرقة التطوعية وفريق أضلوعية التطوعي. اليوم أنتم لاحظتم هذه الوجوه الخيرة من أبناء العراق في هذه الخيمة وتعرفتم على قسم منهم من الموجودين، كيف وجدتم هذا التجمع وهذا الحضور؟ والله هذه الخيمة فعلا هي وطن، تمثل الوطن، لأن التقينا من كل المحافظات العراقية، لمسنا الروح العراقية الوطنية الأصيلة، المحبة، التآخي، التآزر، الروح العراقية البسيطة تحب الخير للكل. يعني مبادرة جميلة جدا، والأجمل منها أنه ما فيها أي نفس سياسي أو علاقة لأي سياسي بها، بعيد عن السياسة، لذلك نجحت نجاحا كبير. العراقيون يتوحدون عندما يبتعدون عن السياسة، فهذه الروح، يعني الفرق التطوعية التي لديها روح التطوع ومساعدة الآخرين، اليوم تطوعوا وجمعونا بهذه الخيمة، حقيقة مبادرة أكثر من رائعة، ونتمنى أن تستمر وتنتقل هذه المبادرة لتشمل كل مدن وقرى العراق، لكي يطلع العالم على طبيعة العراقي هذه الذي يملك هذه الروح الطيبة وهذه الروح الوثابة وهذه الروح التي تتحدى الصعاب وتتجاوز كل المحن. إذن احنا الآن نجتمع مع معاول البناء وليس معاول التشهير والهدم والتفرقة، معاول بناء العراق، شباب العراق. نعم، هذه الخيمة نعتبرها هي نقطة بناء وبناء وإعمار، لأن هو البناء بناء النفس وبناء الروح وبناء الإنسان أسمى وأكثر اعتبارا من قوة من إعادة الجدران والحياطين. هنا نلاحظ يعني الرقص والغناء والتباهي بالأمجاد، وهذه تمثل ترابط ثقافي ما بين الحاضر والماضي والانطلاق نحو المستقبل. شهود يعني عيان على معارك التحرير اللي كانت هذه المنطقة كانت تحت سيطرة داعش، والآن على هزيج والأغاني في عقب قعرها. نعم، هذه إحدى، بارك الله بك، هذه التفاتة جميلة. هذه الأرض كانت يعني كانت مكانهم وتواجدهم والقاعدة لهم، هذه الأرض التي الآن تحولت بفضل تضحيات الشهداء وبطولات أبطال قواتنا الأمنية في كل صنوفها، تحولت الآن إلى مسرح للثقافة والغناء والرقص، وإلى مكان ليصنع الحياة، بدل أن كان مكان يصنع الموت ويخطط الموت ولقتل الأبرياء والمدنيين، الآن هو مكان ويصنع الحياة ويصنع الفرحة لكل العراقيين إن شاء الله. نجتمع في كل مكان فيه بهجة وسرور وإنفة وتواجد لكل هذه الوجوه الخيرة من كل العراق إن شاء الله. العراق ولود، والعراق شعب أصيل، والعراق كله خير وبركة في أي مكان، في أرض بقعة من أرض العراق نجتمع على الخير والمحبة، وإن شاء الله نلتقي دائما وعراقنا واحد. وأعزف يا موسيقى، وأعزف يا موسيقى، حياكم الله. هلا حياكم. تقول ما اريد وتقول ما اريد، لو ملكوني حال عب والشام ما اريد. بيسلم مكان الأستاذ الدكتور مثنى مشعان مزروعي، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة تكريت. حقيقة احنا بيجينا بدعوة من فريق الضلوعية التطوعي للمشاركة بهذا العرس الوطني حقيقة، واللي هو تحت خيمة وطن،
وهذه الخيمة كبيرة جدا لأنها احتوت كل العراق، احتوت كل العراق من شماله إلى جنوبه، وهذا حقيقة احنا حاليا بحاجة ماسة إليه، لا سيما وأن البلد يمر في أزمة سياسية أو شبه أزمة سياسية، بحاجة إلى تفاعل مجتمعي، بحاجة إلى انصهار، لأنه وحدة الشعب تسحب السياسيين باتجاه أو باتجاه الإحساس بالمسؤولية وتحمل المسؤولية لاتخاذ قرارات الهدف منها بناء المحافظة، بناء العراق، بناء محافظاتنا، وهذا هو واجب سياسي حقيقة. هذه الخيمة هي رسالة لكل السياسيين بالعراق، لكل محافظاتنا، بأنه هذا الشعب هو شعب مليء بالروح، مليء بالحيوية، لابد ويجب على السياسيين أن يتحملون مسؤولياتهم ويشكلون مجالس المحافظات ويديرون محافظات بشكل سليم، بعيد عن الطائفية، بعيد عن الأثنيات الضيقة. هذه الخيمة بعيدة عن السياسة، أن الجميل في هذه الخيمة هي بعيدة عن السياسة، ولكن هي تحمل رسائل. هذه الرسائل في أولها رسائل سياسية، لأنه تحمل السياسيين مسؤولية كبيرة. هذا الشعب شعب بيروح بحيوية، يستحق أن نخدمه في كل مجالات الحياة. يا صاعد على صاط يح وبحجة الغربي، قوم اصعدي وانزلي ودوسي على قلبي. بس اذا تقدر تعيد مالك ماجوز من عشريتك لو حل لو صالبي، ماجوز من عشريتك لو حل لو صالبي، ماجوز من عشريتك عيني يا البنوية، العين موليتي 12 مولاي، صندوق قلب احترق رشوا علي مي مي مي. يلا اليوم تحت خيمة وطن اجتمع كثير من أبناء الفرق التطوعية من أبناء المحافظات كلها، كيف تجدون ذلك وهم في أرض قائمة مقامية الضلوعية؟ اهلا وسهلا. طبعا احنا يعني بدورنا كاداره محليه لقضاء الضلوعيه ندعمه بشكل كبير ومستمر، عقد مثل هكذا ندوات او اجتماعات او تجمعات او ندوات. السبب من هذا احنا يعني نريد ننقل صوره، او هي يعني صوره فعليه، انه الشعب العراقي بكافه اطيافه، مسمياته، اتجاهاته، مشاربه، هو شعب واحد. والدليل اليوم احنا تشوف يعني كل الموجودين هم من كل مناطق العراق بكل مسمياتهم، وهذا هو الـ 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 يعني الـ الشيء الجميل في هذا الموضوع. طبعا ايضا حتى ننقل رساله انه كل المشاريع اللي عملت من اجل ان تفرق هذا الشعب وتجعل هذا الشعب مشرذم الى فئات ومسميات واتجاهات، كل هالمشاريع اجهضت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، وبفضل يعني جهود كبيره من ضمنها جهد هذه المجموعه الطيبه اللي الان جاي تنقل صوره طيبه عن منطقه مدينه الضلوعيه اولا، وعن يعني الفكر الشبابي العام في العراق. فيعني يعني التجمع طيب، واحنا ندعم بشكل كبير وبشكل مستمر، ونشجع مثل هكذا يعني تجمعات وندوات. واكيد لولا الاستقرار الامني اللي تشهده اغلب مناطق محافظه صلاح الدين ومنها منطقه الضلوعيه لما توجهت الفرقه التطوعيه من اغلب مناطق العراق اللي تتواجد اليوم بالضلوعيه، وهذه رساله يعني رساله انسانيه ورساله طيبه ورساله اجتماعيه. الفرقه التطوعيه لديها كثير من الاعمال في اغلب محافظه صلاح الدين ومنها الضلوعيه. الاداره المحليه ما هو دورها تجاه تلك الفرق التطوعية، ولا سيما أنه فريق الضلوعية التطوعي له بصمات إيجابية في قسم من المشاريع اللي موجودة فعلا حاليا بالضلوعية؟ نعم. طبعا يعني الفريق الضلوعية التطوعي حقيقة يعني فريق مميز، يعني فعالياته على الأرض فعاليات واضحة وحقيقية وبعيدة عن السياسة، وبالتالي هو فريق مختلف عن بقية الفرق أمانة. إحنا كإدارة محلية متواصلين معهم بشكل مباشر ومستمر، دائما نسهل كل يعني كل فعالياتهم. أكو قضايا نحتاج
لها دعم اجتماعي او فعاليات اجتماعيه، هم حقيقه متفضلين متفاعلين معنا بهذا الاتجاه. صناعه الراي العام، صناعه الفكره، صناعه الموضوع الحقيقي اللي يصب في مصلحه المدينه والمجتمع لهم دور حقيقي في هذا الاتجاه. احنا كإدارة محلية داعمين وبشكل مستمر وبدون أي حدود لكل هذه الفعاليات، كانت لنا مجموعة من الفعاليات الناجحة في الفترة السابقة، ونأمل أيضا أن نستمر ونكمل مجموعة من الفعاليات في هذه السنة والسنوات المقبلة إن شاء الله. ما هو شعوركم وهذه الصورة الموجودة؟ فرحة يعني حقيقة، ويعني شعور بالارتياح وشعور حينما يعني تفترق الأخوة في فترة معينة وتجتمع في فترة أخرى في فترة لاحقة، هذا هو الشعور يعني حقيقة. كل المسميات موجودة اليوم هنا، فيعني الفرحة لا توصف حقيقة. يا حيف جرى دمعي على الوجنات، جرى دمعي على الوجنات، يا حيف وعلى الناس ما تجاز الطيب، الله الله. على الناس الما تجاز الطيب، يا حيف عقب ما كنت خوف خفيت، يا حيف عقب ما كنت خوف خفيت، يا حيف ولذت بجان ويل وذون بي، يلا شوابة فاصل خفيف، يلا عيوني. نتمنى أن نكون قد وفقنا بتغطيتنا هذه لقناة صلاح الدين الفضائية. جاسم أبو جاسم، برار الضلوعية. يبا على خدي دلورد دلوش لك بي، زينين بلي ما عيفا وش لك بي، اللي يحبك طول الدهر وش لك بي، اللي يحبك طول الدهر وش لك بي، دحج على أساس وشلون معمر، دحج على أساس وشلون معمر ولد، يلا هاي هاي شد يا كريم شد، اشعل ولد، الله الله بعد، هاي 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 صدرك بين، يا فاوت حل دقمات صدرك بين، ضمو يا محمح يا مواجنتك بين، شو جمالك ومن الله ما بين، شو جمالك ومن الله ما بين، انت بجوكر ليش ما تعلن صوت، انت بجوكر ليش ما تعلن صوت، بعد اشعل داي